أكيد مفيش حاجة أفضل لأطفالنا من لبن الأم، بس ساعات الأم بتضطر تلجأ للبن الصناعي. أسئلة كتيرة جدا بتيجي في دماغ الأم وبتبقى عايزة تعرف لها إجابة. يا ترى هعمل إيه في الرضعة اللي أنا حضرتها؟ هقدر أستعملها في خلال قد إيه؟ هقدر أشيلها في التلاجة ولا أشيلها في الفريزر ولا أعمل فيها إيه؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقتنا النهاردة. أنا دكتورة رشا وده دكتورة في بيتك، واسمعي مني من أم لأم. Thank you.